ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام، وبنتكلم عن التصميمات والفاشون، لكن المرة دي معانا أصحاب أتيليه جامدين جدا، مش سنة ولا اتنين ولا عشرة، لا دول بقالهم 40 سنة في المجال ده، مهما اتكلم عنهم مش هوفيهم حقهم، لكن دعونا إن احنا نتكلم معاهم ونعرف تفاصيل وسر من أسرار المهنة بتاعتهم. معانا ومعاكم أستاذ محمد حسن وأستاذ مصطفى حسن. اهلا وسهلا بحضرتكم. اهلا وسهلا بحضرتك. في البدايه طبعا نتعرف بحضرتك. محمد حسن عامر، خريج هندسه قسم ميكانيكا، ملوش دعوه بالمجال طبعا، ملوش دعوه باي حاجه في اي حاجه. أيوه. بس الواحد يعني برضه حب ان هو خلص دراسه وبعد كده الشغل بتاعه بقى، حبيت المجال من بابا طبعا لان هو كان بقاله فتره فيه، فخلصنا دراسة وبعد كده دخلنا في الشغل، حبيت الشغل يعني حبيت المجال نفسه يعني فن التفصيل، الموديلات، الابتكارات، الحاجات الجديدة، كل يوم في جديد. أيوة. كل يوم في موديلات جديدة، ما فيش حاجة ثابتة في مكانها كده يعني. أكيد. وطبعا تعرف سادة المشاهدين بحضرتك أستاذ مصطفى. مصطفى حسن عامر، برضو مش هضيف كتير على كلام الأستاذ محمد. وأخويا حبيبي وعايشين مع بعض كل حياتنا، بقالنا فترة طويلة من سنة 90 تالي أو 95 حاجة كده. ووالدي كان هو ما شاء الله من سنة حاجة و70 في المجال. فبقالنا فترة كتيرة في خبرة كبيرة قوي، بقالنا داخلين في 50 سنة. وعندي علاقات حلوة قوي وشغلي كويس جدا، بحب التفريغ، بحب الشغل الهاند ميد، كل ما هو جديد بقى في عالم الموضة. انا بحب كل اللمسات الجديدة، حابب المجال نفسه وحاسس ان انا لي شأن بعد كده قدام شوية في حياتي يعني. انا ملاحظة ان انتوا الاتنين اخوات وفي نفس المجال مع بعض. احنا ثلاث كمان في تاني عندي اخويا، احنا ثلاث اتيليهات يعني انا وتامر ومصطفى، احنا ثلاثه كل واحد عنده اتيليه متخصص لحاله والكلام ده كله. بس كل واحد برضو ليه ناسه، ليه مجاله، ليه كل حاجه. ايوه بنكمل بعض برضو، لينا فكره بنكمل بعض في حاجات كتيره قوي بنحتاج بعض فيها، بنكمل افكار مع بعض، هو بيقول حاجه انا اقول له حاجه، الحاجه بتطلع ان شاء الله الفتره اللي جايه لينا اكيد هيبقى في خطوات كويسه في مكان بنفتحه جديد، هيبقى حاجه صايحه حلوه قوي، براند بقى ان شاء الله. باذن الله. باذن الله. الغريب ان انتوا حضرتك بتقول هندسه وطبعا تخصص استاذ مصطفى التجاره، وانتوا يعني من اشهر الاتيلات الموجوده في مصر، يعني مش دارسين المجال، لا انتوا خدتوه هوايه عن الاب. فكلمني عن النقطه ديت، يعني ازاي وصلتوا للمرحله ديت والله، تخصصكم غير التخصص خالص. الهندسه طبعا ما بعدتش كتير عن التصميم والباترون والمجال الباترون، لان دي كلها مقاسات وحاجات كلها بالمسطره ومقاسات وكل حاجه، فدي برضو قربت لي شويه في موضوع الباترون وموضوع التصميم وموضوع الكلام ده كله. بس ما يعني انا بالنسبه لي جت معايا احسن ان انا اخش المجال، بابا حببني فيه، اللي هو لقيته بيتعامل مع ناس من زمان وفي حاجات جديده بتتعمل، في حاجات كتير كل يوم في جديد، مش زي الرجالي مثلا قميص بنطلون مش عارف ايه، لا ده الحريمي طبعا في مجالات كتير قوي من كل حاجه من اي تو زد في الحريمي، كل حاجه بفضل الله احنا بنعملها. يعني انتوا مش متخصصين يا استاذ مصطفى في حاجه معينه، لا انتوا تفصيل كاجوال، سواريهات، الحاجات دي كلها. احنا اصلا تخصص سواريهات وافراح، احنا كل ده عدى علينا كتير، احنا عملنا كل ما هو يخطر على بالك بقالنا فترة كتير كبيرة جدا. ووالدي دايما كان بيضيف لنا حاجات إلى حد ما، لحد ما احنا ابتدى كل واحد ياخد وضع لنفسه، وابتدأنا نتعامل مع ناس كويس جدا ولبسنا ناس كتير قوي. بس احنا بقى زي ما تقولي ما ظهرناش قوي، ما كناش حابين ده كده في الفترة اللي فاتت، لأن احنا كنا مشغولين شوية، عندنا التزامات قوية. فابتدأنا برضو لقينا يعني عايزين التواصل بقى، اللي هو اللي ايه ناس تشوفنا ونشوفهم أكتر. احنا عندنا علاقاتنا كويسة جدا، بس ما ظهرناش في قدام الشاشات خالص، ما حاولناش الفتره اللي فاتت. احنا لما دخلنا على البيج بتاع حضرتك والبيج بتاع استاذ مصطفى ما كناش متوقعين حضرتك ان انتوا تكونوا يعني شباب ممكن تفصل التصميمات والفاشون والحاجات دي كلها، لان احنا لقينا كميه تصميمات كويسه جدا، احنا كنا متوقعين ان هي مدام او سيده زي ما متوقع. تمام. فلما لقيت حضرتك وفي صور كمان لحضرتك وانت شغال بايدك، فده خلاني عندي حب استطلاع اتكلم في الموضوع ده. انت بتشتغل بايدك؟ بتفصل بايدك؟ طبعا انا الترس الاول في البدايات بقى، انا عايز اتكلم عن بداياتك. يعني انا اللي بقص، انا اللي بعمل الباترون، انا اللي بعمل التصميم. طب ازاي وانت يعني خريج مثلا هندسه؟ انت قلت لي خريج هندسه. انا خرجت من هندسه وقعدت وخلصت دراسه، بس أكيد وبعد حد دعمك بابا.
هو اللي هو علمك بابا هو اللي علمني المهنة. وقعدت معاه شويه قليلين، بس لقيت نفسي عمال اتشد للمهنه، عمال اقرب منها، عمال اخش فيها، جبت كتب ودرستها وجبت حاجات ودخلت حاجات ودرست المجال لان انا حبيته. فبدات اخده دراسه، بدات اذاكره، بدات اعمله، بدات اطبقه، بدات اشتغل عملي. بقى لي 25 سنه بشتغل عملي في المجال. الحاجه لو فستان انا عملت كتير، فساتين كتير، كاجوال عملت كتير، كل حاجه بفضل ده بقالك شويه كتير. فانت كل مدى بتعلم نفسك اكتر. عملت ده بعد كده التصميم بقى اللي هو بيجي منين التصميم؟ بيجي مره عملت كذا، مره عملت كذا، لا انت بتشوف ده ممكن ده يمشي مع ده، ده ممكن يجي مع ده، الموديل ده ما يمشيش مع القماشه دي، في حاجات كتير قوي تمشي مع حاجات وحاجات لا. العملاء بتوعك بيسالوك طبعا، يعني العميل لما بيجي بيلاقي ورشه متكامله، مش مجرد ان هو ياخد فستان ويمشي، لا ده بيلاقي ورشه متكامله من مكان فيه التفصيل، التطريز، ده كله بياخدوا بقى راي حضرتك في الموضوع ده. يعني انا البس ايه، ده اللي ليه عليا ايه؟ طبعا. ولو جايبه لي موديل مثلا، في واحده تيجي تقول انا عايز اعمل الموديل ده مش ماشي معاكي، مش هقدر اعمله، بس في حاجه ممكن تمشي مع حاجه انت عندك مثلا، في حاجه في جسم نقدر نعدلها، نقدر نداريها. ففي موديلات بتمشي مع جسم طويل، في موديلات بتمشي يعني مع جسم قصير. هي حتى تكون جايه التصميم بتاعها في دماغها، انت تقول لها لا ده مش هيليق عليكي. في الوان، الالوان في واحده بشرتها فاتحه عايزه الالوان اللي تناسبها، في واحده بشرتها غامقه، تمام. فالحاجات دي كلها بتمشي، مش واحده بتقول لك اعمل لي ده او اللون ده وخلاص، وانت بتعمله في الاخر تلاقيه مش ماشي معاك. لا طبعا. فانت كل حاجه بتمشي مع حاجه. يعني انا مثلا انت بتقولي انا عايز اعمل الفستان ده، اوكي مثلا الفستان ده، بس الفستان ده ممكن يبين لك في ديفوهية معينه، لا احنا نقدر نغير نعمل كده. ايوه بالظبط كده، تمام. استاذ مصطفى، زي ما بيقولوا استاذ محمد ان في بقى في ديفوهات في الجسم، انتوا بتحاولوا ان انتوا بقدر الامكان ان انتوا تلاشوها. ده طيب. اهم حاجه الالوان بقى ممكن برضو تليق على بشره وبشره ما تليقش، الطول، قصر مثلا الفستان يبقى قصير، الفستان يبقى طويل، كل دوت بيأثر. احنا اصلا تخصصنا اكتر واقوى حاجه في الموضوع، احنا بنعالج تفاصيل الجسم. ممكن واحده بتجيلي في حالات شاذة بتقول لي انا مثلا محتاجه فستان معين ومناسبه معينه وعايزه اعمل الحاجات زي كده، اقول لها لا خالص، وبمسك ورقه وقلم وارسم لها موديل حلو قوي، واشوف بناخد مقاسات جسمها كويس جدا عشان نقدر نعالج. في اجسام طويله من تحت وقصيره من فوق، بنحاول ندي كل واحد حاجه مختلفه غير اللي هو متعود عليها طول عمره، بيروح يلاقي الستاندر في كل حته بيلبس. لكن انا بعالج لها جسمها اصلا بحال هي، كله بيبقى كويس، ما فيش حد جسمه مش مظبوط قوي، بس لا بيبقى في ديفوهات. في حاجات مثلا الجسم بيكون اجزاء مختلفه، فاحنا بنفتح المجال ده مع الالوان، مع لون البشره، كل حاجه ليها تفاصيل. ده بتقعد ميتنج معايا، ممكن تقعد معايا مره واتنين عشان تقدر تعمل حاجه كويسه في وقتها. دي انتوا كده دكاتره بقى. ما هي عايزه حاجه عشان تبقى تغير من انا بدي لك حاجه لمسه مختلفه، مش موضوع بلبس وبروح لا، ده انا عايزه ابقى مختلفه عن الناس. في الالوان احس ان انا دي حاجه جديده عليا، اقترح عليها حاجات ما شافتهاش وما لبستهاش، ومع كل ده مع الورقه والقلم مش والرسم. موجوده في السوق برضه. يعني في حاجات كتير قوي مش موجوده، تلاقي الموديل ما بتلاقيش الخامه، ومع الماتيريال ما بتلاقيش الماتيريال لما تيجي تفصلي حاجه بتعملي حاجه اللي على مزاجك، ككخامه على مزاجك، كموديل على مزاجك، ككل يعني كل حاجه انت اللي بتحطيها. غير لما انا بروح اشتري حاجه جاهزه ممكن الاقيها بس مش ماشيه معايا، لا كذا لا كذا. الحاجه بتتعمل بحب منكم، ده اهم طبعا. حاجه طبعا. احنا لو مش بنحب المجال مش هنخش، ما كناش دخلنا فيه اساس. لا يعني ده متعتي في حياتي. طبعا طبعا طبعا. مش مجرد يعني ببرز، مش هنقول مش مجرد، لا انت اهم حاجه عندكم الحب في الشغل بتاعكم. ده من زمان، احنا بقالنا كتير في المجال، بقالنا كتير يعني احنا بقالنا اكتر من 30 سنه يعني دراسه، وبرده مع الحاج كنا بنروح نتفرج. انتوا بقالكم 30 وبقالكم 40، بس انتوا سنكم صغير، يعني انتوا بادئين في المجال وانتوا اعدادي تقريبا. بابا احتكاك صريح. لا مش ابتدائي قوي، مش اعدادي قوي، بس هو بابا بقى في المجال بقاله اكتر من 50 سنه، واحنا واخدين، انا واخد خبرته، هو بقاله 50 سنه، انا بقالي 25 سنه في المجال، بس انا واخد خبره 25 سنه قبل كده من بابا. عمرك شايفه ان هو بيعمل يعني اللي هو خده في ال 50 سنه، انا عرفت اخده منه في 25 سنه في كل حاجه. يعني ولاد البلد كده شرفكوا المهنه. ايوه بالظبط كده. وكنت انا مع بابايا برضو قبلها بسنه بسنتين عن محمد. محمد كان متطلع اكتر في حاجات تانية كويسه جدا، بس يعني هو برضو عنده معلومات كويسه جدا، دارس، عنده كتب كويسه جدا في مجال الخيط، عنده يعني مجلدات حاجات احنا حلوه. احنا معانا شغل بيتعرض اهو على الهواء بتاع حضراتكم، يعني تصميمات رائعه. ان احنا شايفين ان هو يطلع بالشكل دوت من ايد ديزاينر كويس،
مش مجرد ابره وفتله يا جماعه، لا ده كل حاجه تتكلمي عنها، كل حاجه بتتعرض بتاخد معانا وقت ومجهود وبنرسم الحاجه. طب برضو عايزين نعرف بقى، يعني دلوقتي الفستان بتاع الفرح بيختلف عن فستان الخطوبه في ايه؟ يعني في الوقت، التصميم، الماتيريال، في الوقت والخامات. تمام، هو الفستان الابيض بيبقى ليه اهتمام طبعا كبير غير التاني. الامر تمام، ده بيبقى ليه يعني بيبقى فيه تفاصيل معينه وفي حاجات وفي تطريزات وفي حاجات اكتر شويه من الفستان السواري عادي، لان هو فستان الفرح بتعمله مره في العمر او هي بتعمله لنفسها مره واحده. الفستان السواري تقدر تعمل كذا فستان سواري، بتلبس فيه موديل موديل موديل، بس فستان الفرح بيبقى ليه شغله وليه ترتيبه غير تماما الفستان السواري. وبعدين احنا مش بنشتغل لوحدنا، احنا بنشتغل يعني انا عندي مثلا تيم وورك كامل، فريق عمل كامل ما بين المكنه، ما بين القص، ما بين التشطيب، ما بين التطريز، كل واحد له اختصاص معين. كل عندنا مجالات مختلفه طبعا، عندك مجموعه من الناس فوق ال 30 فرد شغالين في الاتيليه دول، واحد اثنين ثلاثه، كل واحد ليه تخصص. مش واحد مثلا بيشتغل بايده هو اللي بس الحمد لله انت استاذ مصطفى كل التخصصات دي في ايديكم. احنا اللي بنرشد، احنا اللي بنوجه، واحنا اللي بنعمل كل حاجه. خطوات محكومه يعني احنا عندي الناس تحت ايدينا كتير، وبنعلم ناس كمان في مجال الخياطه كويس جدا. عندي في اتيليه كامل في ما شاء الله يعني ناس بيعملوا حاجات تقعدي تتفرجي عليها فيديوهات كده، تتفرجي عليها. التيم ورك بتاعنا كويس جدا. يعني انتوا كمان مش مجرد اتيليه، لا انتوا كمان تعليم وتدريب. يعني بالضرب. ممكن حضرتك واحد يجي لك يقول لك انا عايز اتعلم او اشتغل وكده عادي. طبعا بتعلمه. كويس جدا بتقعد معانا ده كله في مكاننا وبتشوف كل حاجه. وعندنا ناس كتير قوي، عندنا كوادر حلوه قوي بتطلع، واحنا ممكن بنستخدمها وممكن هو براحته يعني. بتيجي ناس تقعد عندنا تشتغل معانا شهر اثنين ثلاثه، مش شغل بس، مجرد اطلاع على مجال الشغل، ياخدوا الخبره. في كل حاجه بقى عندنا يجي 20 مجال في مجال الخياطه، من اول الابره والفتله لحد المكان خياطه المانيكان، شغل التشكيل، في حاجات كتير قوي يعني تقعد تتدرس زي ما بيقولوا زي ما بيقولوا. بس احنا بقى لما دورنا يعني طبعا ده شغلنا وشغل الكنترول، لما دورنا على ناس يجوا فعلا يفيدوا الناس، وخصوصا احنا داخلين على سيزون، لقينا ان انتوا فعلا يعني مش ناس يعني خبره يوم ولا اتنين، لا ده انتوا مشهورين وعندكم شخصيات كتيره، اتعاملتوا مع شخصيات كبيره وناس يعني مشهوره في الدوله او في البلد. ايه اللي بقى يعني وصلكم للشهره دي كلها؟ عايزه اعرف بقى الشهره دي جات لكم منين؟ والله هي بدايه يعني، انا كنت بتعامل برضو مع ستايلست واحده واثنين وثلاثه، ودي بتاخد برنامج، دي بتاخد فيلم، ودي بتاخد كذا، بدات اخش. ايوه ده انا فعلا لاحظت ان التصميمات بتاعتك على ناس كبيره مشهوره. طبعا، ما انا بقول لحضرتك احنا دخلنا في موضوع ان انت بدات تخش في السينما شويه، احنا مش ما كناش باصين للسينما تماما، وباصين مش باصين للكلام ده. الجست يعني الزبائن بتاعتنا والناس اللي بنتعامل معاهم، هو علاقتهم بينا اكتر ان هم مستريحين للناس، مستريحين في المعامله، مستريحين للناس، بيطلع لي اللي انا عايزاه، في احترام، في شكل، في كل حاجه، في تواضع. أيوة. حاجه ان انتوا مفيش... برضه ناس متواضعه واللي انتوا عايزينه وتريحوا بالزبط. العميل بالظبط، دايما في اضافه يعني. مش مجرد شغل بس، مش مجرد زي ما انت قلتي يا حضرتك يعني مجال باب رزق، لا 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 لا، ده هو لمسه وروح كده. انت لما بتيجي تشتغلي في حاجه عايز البسك حاجه، بحس انت تبص في المرايه تختلفي كتير عن طبيعتك. اقول انا انا مش انا يعني، وبالظبط الميتنج اللي بنعمله معاها في الاول بنحسسها كويس قوي، بنوديها تفاصيل كتير، حاجات متنفذه، ماتيريال حلو قوي حواليكي، بننفذ حاجات اصلا من اي تو زد، مش اللي هو مثلا لازم اشتري قماش من هنا عشان يبقى انا زي ده، لا لا خالص. احنا بنحاول يبقى في اضافه كويسه، حتى لو جبت قماشه حلوه قوي عجبتني برده بغير من شانها خالص، على اساس تبقى برده حاجه مختلفه مهما حد يستخدمها. مش هتشوف معانا مداخله. الو الو، استاذه سلمى، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، نورتيني يا فندم في اسرار الحياه. ربنا يخليكي. والله احنا بقى معانا قواد الفاشون والتصميمات، عايزينك بقى نعرف رايك فيهم وفي شغلهم طبعا اهم حاجه. هو محمد بصراحه يعني انا بالنسبه لي اشطر فاشن ديزاينر، وانا بصراحه بتعامل معاه من زمان قوي قوي قوي. ويعني انا بالنسبه لي ما فيش حد بيعرف ولا يعمل لي حاجه انا عايزاها وبيحط الانبوت بتاعه التاتش بتاعه. بالظبط، هو عنده انبوت فظيع، شاطر جدا. يعني هو طول الوقت ابديتد، يعني طول الوقت متطور مع الموضه ومع التفاصيل اللي بتحصل كل يوم. فبجد انا ما فيش حد بيعرف خالص يعمل لي اي حاجه غير محمد.
يعني هو بجد من اشطر الفاشن ديزاينرز اللي موجودين دلوقتي. اكيد طبعا اكيد طبعا، وعلى اساس كده هم موجودين معانا ان شاء الله في كل برامجنا باذن الله. بقى لهم 18 سنه معايا. 18 سنه ده 10 وممليتيش 18 سنه. يعني محمد هو طبعا استاذ في كل التفاصيل، يعني عايزه اقول لك في الحاجات بتاعه الافراح السواري فساتين الفرح، يعني هو اللي عامل لي كل حاجه. يعني انا دولابي بفتحه هو محمد. دولابك محمد. وعايزه اقول لك والله يعني سواري وفساتين المناسبه كل حاجه افراح بيعمل فساتين افراح حلوه جدا. لو في حاجه حتى ايفن يعني فروم اي تو زي، يعني ما عايزه اقول لك من حتى الحاجات اللي بيبقى فيها شغل وتطريز وكل حاجه. وحتى الكاجوال يعني حتى ليتلي كمان انا اتحجبت، هو اللي عامل لي كل اللبس وكل الناس بتسالني انت بتلبسي منين. تمام تمام، اشكرك يا استاذه سلمى، ومزيد من النجاح والتفوق اليوم باذن الله. كنا بنتكلم عن الديفوهات والفساتين والحاجات دي. نكمل بقى. يعني انا دلوقتي ملاحظه ان بيبقى في ميتنج قبل ما حضرتك بتصمم لها. ده قليل قوي لما بيحصل، يعني يبقى في ميتنج وتحوروها وتشوفوا الديفوهات وكده. بتتعامل ازاي لو حضرتك جالك يعني عميله كده وعايزه مثلا تعمل حاجه وهي مقتنعه بالفكره؟ هي مقتنعه بالفكره برضو، انا براقب معاها تفاصيلها. ما هو مش موجود هي تقول لي انا عايزه كذا 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 واقول لهم كذا. يا استاذ محمد ما بيقول مش من السهل ان انا امشي ورا حد وخلاص، غير لما اكون مقتنع هو بيقول لي ايه. ممكن تكون جسمها مناسب وطالبه حاجات كويسه جدا فبنفذ لها، وبرضو لازم اضافه. مش يعني انا لو بننفذ حاجه حد شافها وعجبته في البيتج عندنا او خارج البيتج فبنتابع وبنكمل معاها كويس الى حد ما، بس دايما بنحط لينا اضافه، لينا بصمه مختلفه عن اللي هي بتشوفه. وده احنا بنحط لها في ماتيريال، بنحط لها في قصه زياده، بنحط لها في لون، ممكن اضافه في موتيفها بتتحط كويسه بتتفرغ، في ستونز بتتزود بشكل كويس. ممكن بتخرجوا الستايل خالي من العيوب، يعني تلبسه كده بنسبه كبيره جدا. لازم ما يبقاش فيه ديفوهات. مستحيل انا بديها لمسه تقابل بيها كل الناس. هي دي اصل الصنعه، هي دي اللي انت تقدر تطلع حاجه من غير ديفو من غير الكلام ده كله. بتبقى قدرت تداري الحاجه اللي احنا نقدر نداريها بتبقى شكلها كويس. اكيد. غير لما مثلا حد مثلا بيبان في ديفو مثلا وتيجي تعمليه تلاقي الواضح عليها ان هو في حاجه مثلا باين ان هو الديفو ده موجود. لا احنا مش بنعمل كده. احنا تشريح الجسم، تشريح الجسم الخارجي الجسم الانسان بالنسبه لنا احنا بنحاول نديله تفاصيل تديله جمال اكتر. مش موضوع بقى ان انا باخد جسمك وبستشفه وبفصل لك حاجه، جايز ممكن تكون في جسم مختلف شويه مش اكيد شكل. كل اجسامنا مختلفه، فاحنا بنحاول نديله طبع ان هو يحس ان هو اتغير. حتى لو هو حاجات بسيطه فيه بس هي فعلا بيحس بتغيير. طيب انتوا دلوقتي بتفصلوا وبتصمموا كل حاجه، طب ممكن تجيبوا مثلا القماش وتديه لها كده وتظبطوا؟ يعني انتوا كمان بتجيبوا القماش كل حاجه احنا بنعمل قماش، مش موضوع بنجيب قماش بس. احنا بننفذ قماش، بنجيب خامات ساده وبنجيب ستونز وبنعمل برودريهات وبنعمل بليسي. كل حاجه احنا بننفذ حاجة مختلفة، مش شرط يكون هو بيتباع في متناول للناس كلها. انت بتيجي عايزة كل حسب احتياجك برضو. كل ناس وليها، كل واحد ليه قدرته على التعامل. في ناس بتبقى عايزة تكلف حاجة تعملها حاجة واو قوية جدا، بنفتح معها المجال وما فيش اي كومنت. لكن لما في ناس برضو بيحددوا لك المعامله معاهم، لا انا عايزه حاجات سامبل، او انا عايزه حاجات لبعد الظهر، انا عايزه حاجات بالليل خالص، حاجات سواري، كل ما هو جديد في عالم الموضه. يعني انتوا مش متخصصين في حاجه واحده، يعني انتوا يعني متخصصين في كل. احنا بنعمل كل حاجه، بس كل اكتر السواريهات والافراح هو اصوات هم دول حياتنا. يعني محمد ما شاء الله في الافراح حاجه روعه. انا طبعا حاجه جدا، كل لمساته خطيره جدا ما شاء الله. واللي يشوفه ما يدوش السن الصغير دوت ان هو الخبره دي كلها. لا محمد ما شاء الله شاطر جدا، والعملاء بتوعه بيشكروا فيه، وطبعا بيشكروا في حضرتك. يعني الحمد لله اللي انتوا تيم مع بعض متفقين. وما شاء الله يعني اخوات بجد. يعني مش لا طبعا اخوات بجد، يعني لا اخوات يعني بجد. كل حاجه حلوه بينا جميله، بتكمل بعض فعلا. احنا اتنين واحد مش اتنين ما شاء الله. الحمد لله. بتفهموا بعض دي، بتستشيروا ساعات؟ طب انا اعمل ايه هو ما كنتش كتير. ده انا طبعا ممكن حاجه تدوخني مش واخد بال فيه، اصل مش برضو مش كل انا انسان زي الناس. اكيد طبعا. في ساعات حاجات بتفوتني كتير قوي، في حاجات بتتعرض عليها ساعات الدكتور وده بيقف معاه حاجات لازم بالظبط. هو بيساعدني بنكمل بعض، يعني بنكمل بعض في كتير بقى. في حاجه بتزود في حاجه يقول لي لا التاتش ده لا ممكن تدي له تاتش اكتر، لا تعمل كذا، فبنكمل بعض. فدي حاجه كويسه ان احنا بنطلع
بتبقى حاجة أحسن حتى من الواحد لما بيبقى لوحده غير لما بيبقى لما يبقى معاه حد سنده برضه وراه بالزبط. أنا أستشير أخويا أخويا يستشيرني كده. طيب إحنا بقى نتكلم عن البيج. حضرتك مش في القاهرة بس يعني شغل حضرتك مش في القاهرة. معلش معنا اتصال تاني. ألو ألو أستاذة زينة أهلا وسهلا. أهلا بيكو أهلا بيكو. منورانا ببرنامج أسرار الحياة يا فندم. كل سنة حضرتك طيبة. وأنتوا طيبين. أنا بس عايزة أقول إن محمد حسن أحسن حد في الدنيا بجد. يعني والله العظيم أنا بتعامل مع محمد تقريبا من 2011. كانت أول مرة في حياتي أروح أعمل فستان تفصيل ومن ساعتها أنا ممتش يعني عايشة هناك يعني. يعني الناس كلها هي فساتينها وحياتها كلها محمد حسن. يعني بجد اجتماعيين اكتر برضو بالنسبة يعني ما يعني الناس بتيجي ترتاح الناس بتيجي ترتاح للشغل وعايزين يكملوا معاه وسرعة جدا في الاداء. احنا ممكن ننفذ فستان في يوم ممكن في المواعيد. طيب يا استاذة زينة المواعيد بصي انا بكلمه في ممكن بجد في يوم انا ببقى زنقاه في اي وقت في اي لحظة. المكان نفسه مريح انت بتروحي تحس انك قاعده مع صحابك واهلك. انا كل الناس هناك صحابي بجد. انا بروح تيم ورك كله مساعد كله كويس الحمد لله الحمد لله. اشكرك يا استاذه زين اشكرك. ثانك يو ميرسي. ربنا يخليك. احنا عايزين بقى نتكلم عن البيج عشان احنا قربنا نختم. نتكلم عن البيج بتاعكم انتوا الاثنين. هل انتوا متخصصين في القاهره ولا في محافظات تقدروا ان انتوا توصلوا لها الشغل بتاعكم؟ لا في اي مكان. احنا ممكن نتعامل ناس كتيره قوي بتتعامل معانا بس ما لناش حدود. يعني انت بتتعاملي مع مفتوح مجال يعني ممكن مفتوح. حد قاله استاذ مصطفى استاذ محمد انا عايز اعمل التصميم دوت وتبعت لك مثلا المقاسات بتاعتها طبعا او تيجي يعني انت بتيجي تعامل بيجي لك من اسكندريه ناس بيجي لك من المنيا ناس بيجي لك من كل حته. تمام. في ناس كتير بتيجي من حتت كتير بعيده بتيجي فعلا عشان تعمل حاجات مش على طول بالظبط. يعني حضرتك مش في الاطار بس في القاهره. لا احنا مفتوحين يعني احنا دلوقتي هنا وهنا وهنا وتصميمنا باين من البيج بتاعنا. يعني احنا مكاننا في المهندسين بيجي لك ناس من الرحاب وناس من التجمع الخامس وناس من يعني من اماكن بعيده اماكن فاكيد اللي بيجي من بعيد ده بيبقى محتاج برضو اللي هو ده حد شخص بيروح له بيجي من بعيد عارف ان هو جاي في المكان المناسب مش هيضرب بالمشوار ده. بنحقق لك كل اللي انت عايزاه لو عن طريق التليفون وارد برضو بس مش افضل. يعني احنا بنحس لو حد عايز حاجه توصل لحد عنده ده موجود ومتاح وكويس جدا وبرده بنعرض عليها تفاصيل كويسه وبنرسم لها رسمه كويسه جدا وبنعرض عليها كل التفاصيل. لكن هو المجال مفتوح وبعد كده ان شاء الله الفتره اللي جايه نقدر نوصل لك حاجتك لحد عندك زي ما بتحلم ان شاء الله ان شاء الله. طبعا احنا حلقتنا جريت بسرعه الوقت خلص بسرعه وانتوا طبعا مش عايزين حلقه ولا اتنين انتوا عايزين حلقات ان شاء الله تكرر تاني ان شاء الله تكون دي في بدايه السوشيال ميديا بتاعك. طبعا انتوا مش يعني انتوا طبعا مشهورين وكل حاجه بس خطوه بنعملها ان شاء الله. طبعا 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 اشكركم. انا اتشرفت بيك النهارده جدا ومسي على السيجيت. اشكركم مشاهدينا الكرام واستنونا في فقرات تانية من اسرار الحياه.